حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناه الايام الفضائيه وحلقه جديده من برنامج الوسم. انا كرار حباب فاصل قصر وفقره فيس تو فيس، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج الوسم وفقره فيس تو فيس، حيث الاخبار والمواضيع والاحداث والترندات المحليه والعربيه والعالميه اللي دائما ما تكون موجوده في برنامجنا برنامج الوسم. قبل ان نبدا بمواضيع حلقتنا لهذا اليوم، نعزي العالم الإسلامي والأمة العربية جمعاء ومراجعنا العظام بذكرى استشهاد النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في هذه الذكرى الأليمة. أكيد سنتناول هذا الموضوع في حلقتنا لهذا اليوم. قبل أن نبدأ بخوض تفاصيل والأحداث التي كانت الترند في مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام السابقة، أولى مواضيعنا في هذه الحلقة انتشر كالنار في الهشيم، ترند مواقع التواصل الاجتماعي، ترند القنوات الفضائية، ترند بين عامة الناس والمواطنين والشعب الكريم لما فيه من حساسية. وبصراحة هو موضوع أليم ويقهر، يعني ما أعرف شلون واحد يبدي، ما أعرف شلون واحد يسولف بهذا الموضوع. انتشر خبر فجأة بقرار من المحكمة، لم تشرت حادثة، لا أحد فتن، لا أحد قال، فجأة طلع النص قرار صادر من المحكمة. قرار شو يقول؟ يقول الحكم مؤبدين، مو مؤبد واحد، مؤبدين بحق هذا، ما أعرف أسميه شيخ أو إمام جامعة أو ما أسميه، خلي يعني حرام يعني نسميه، بحق هذا الإنسان. زين، ليش انحكم مؤبدين؟ هذا الشخص يقال إن هو إمام جامع أو يعلم الأولاد الناشئين النشأة، هذه الأطفال، دورات لتحفيظ القرآن الكريم في أحد المساجد في محافظة الأنبار. القرار يقول لك حكم مؤبدين لأنه يمارس، أعوذ بالله، يعني أستغفر الله، والله ما أعرف شلون أسميها، يفعل بالأطفال اللواط في الجامع في بيت الله. يا أخوان والله العظيم موضوع يكزبر الجلد، موضوع ما أعرف يعني وبالمناسبة على مدى سنين يعني الخبر، وحسب ما سمعنا وشفنا الأخبار والمواضيع والناس اللي تحكي، وقرار محكمة، يعني صدر قرار قاضي، قرار من المحكمة، يعني هذا القرار أكيد لقى قبض وتحقيقات وروح وودي وجيب وشهود وأهالي وفحص وغيرها من الأمور. يعني لا تقول واحد قال وهذا وصار الموضوع ترند وظل، لا 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 لا، فجأة طلع عنا قرار المحكمة. جنايات الأنبار تحكم بالسجن المؤبد مدى الحياة مرتين على إمام جامع لارتكابه جريمة الاعتداء الجنسي بحق الأطفال خلال دورات تحفيظ القرآن الكريم في الرمادي. اللي أمامكم يدعى شيخ حكمة العاني، الله أكبر، الله أكبر على اللي جاي يصير. ما أعرف والله ما أعرف شو اسمه، يعني ما أعرف مين تجيها الناس، مين توديها، يعني ما لقيت ولا بيت الله تسوون بها سوالفكم إلا بيت الله. زين مو أنت يعني تعلم الأطفال الصغار القرآن الكريم، زين مو أنت إمام جامع، حسب الله شرد أحكي للعرب، شغل لهم يعني مثلا شرد أسولف، يعني شنو أريد أبرر لك؟ أقول مجنون ما ترهم، أقول مختل عقليا ما ترهم، أقول يعاني من مرض نفسي ما ترهم. بالمناسبة خلينا نشوفكم التفاصيل وكل الحالات اللي صارت، وماكو شيء من جيبنا، يعني ماكو شيء من جيبنا،
هذا الخبر. جنايات الأنبار تحكم بالسجن مدى الحياة مرتين على إمام جامع لارتكابه جريمة الاعتداء الجنسي بحق الأطفال خلال دورات تحفيظ القرآن الكريم في الرمادي. هذه صورة المدعو الشيخ حكمة العاني. كذلك قرار المحكمة جمهورية العراق مجلس القضاء الأعلى محكمة جنايات الأنبار الهيئة الأولى. تشكلت محكمة جنايات الأنبار الهيئة الأولى بتاريخ 12/9/2023 برئاسة القاضي السيد غانم وعضوي القاضيين السيدين، وأصدرت قرارها التالي: المجرم حكمة رجب عبد الله محمد العاني وكيله المحامي. أولا، حكمت المحكمة على المجرم حكمة رجب عبد الله محمد العاني بالسجن مدى الحياة وفقا لأحكام المادة 393(1) و(2) أوج من قانون العقوبات أليف من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 69 المعدلة بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 31/2003 القسم 3 ف منه، واحتساب مدة موقوفيته للفترة 15/8، يعني هو واقف موقفي يعني موقفي ب 15/8 لغاية 11/9، وذلك عن جريمة اللواط بالمجنى عليه الطفل. ثانيا، حكمت المحكمة على المجرم نفس الكلام تنفيذ جريمة اللواط بالمجنى عليه الطفل. ثلاثة، تنفيذ احدى العقوبتين اعلاه يحول دون تنفيذ العقوبة الاولى يحول دون تنفيذ. اربعة، افهمت المحكمة المحكوم عليه، طبعا شوي الكتاب عليه، اعلان بان ضبارة الدعوة سترسل الى محكمة التمييز وغيرها. توقيع القاضي توقيع الرئيس توقيع أعضاء الهيئة وتوقيع الرئيس. نعيب زماننا والعيب فينا، نقول احنا الوقت والزمن، لا والله العيب بينا، العيب بهاي الشخصيات. قدامك قرآن كريم، قدامك كلام الله، دستورنا اللي نمشي عليه، وهيئتك امام البشر. والله ما عندي مشكلة لو كنت انت انسان عادي وفاعل هذا الموضوع، اقول خلي هذا هو هيك شي طبعه، خليه ينسجن، خلي هذا ينحكم، خلي، ما عندي مشكلة. بس اللي يقهر بالموضوع انه انت في بيت الله ومؤسئت لهذه البيت الطاهر، أسئت له بهاي تصرفاتك. بالمناسبة حتى يعني حتى ما البعض يقول ويحكي، خلي نشوفكم. طبعا بالبداية خلينا نشوف التعليقات. علي يقول حتى الجامع صار ماكو، شوف جبت لنا الحكي، مشكلة جبت لنا الحكي. بلغ عدد الطلاب الذين تم تخريجهم من هذه الدورة 400 طالب. الله جاب لنا الحكي هذا. هذا بيان نزل، ناقلته الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي. نقرأ هذا البيان وراء نقرأ أيضا بيان آخر. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. حلو. مناشدة من عائلة الشيخ المظلوم حكمة العاني: أنا زوجة الشيخ حكمة رجب عبد الله إلى آخره، تعرضنا إلى هجمة شرسة من قبل بعض ضعيفي النفوس، كوني كنت عضوا في المجلس المحلي لمدينة الرمادي في محافظة الأنبار، وعند سماعهم بنيتي للترشيح مرة أخرى وفوزي المحقق والمؤكد لحب الناس لعائلتنا، حاولوا التشهير بسمعتنا وتلفيق قضايا غير أخلاقية بحق زوج الشيخ حكمة وتحاملهم علينا والإساءة لنا بدلالة قيامهم بنشر ملخص الحكم قبل صدوره. وين ملخص؟ شو احنا قبل طلعنا الكتاب؟ قبل صدوره من المحكمة وقبل اتخاذه الدرجة القطعية أصلا، بل وأصبحت بعض
المنشورات تهدد النسيج الاجتماعي من خلال إثارة ضعيفي النفوس لتأجيج الطائفية لكسب قضية باطلة وتضعيف موقفنا اجتماعيا. وإذا أردتم من يشهد على نزاهته وعفته فهناك مئات الأشخاص الذين تخرجوا على يد الشيخ حكمة في الرمادي وحسبنا الله ونعم الوكيل. شنو قالت؟ قالت لأنه أريد يعني ترشح من جديد فحاولوا فانتخابات. حلو، احفظوا لي هاي الجملة، وهاي مو من جيب يعني ما دورت بجيبي قررت وطلعت، لا مو من جيبي، هاي حفظتوا تمام، خليكم على نفس ال. بلال الجبور يقول ذمة برقبتكم إذا ما توصلون هذا المنشور والله على ما أقول شهيد. أنا جيران بيت الشيخ أبو الحارث حكمة رجب إمام جامع حي المعلمين، بنت طبيبة وابن مهندس وابن الثاني صيدلاني وعائلة كلش محترمين. حلو، بالمنطقة عندنا بيت يسكنون عائلة أرامل ومطلقات والسيارات طابة طالعة عليهم، وكم مرة نجمع تواقيع ونشتكي عليهم وتنسد السالفة لحد ما الشيخ وقف لهم سكينة خاصرة وضيق عليهم دعارتهم، والكل يعرف أغلب اللي يجون لهذا البيت ضباط، سائل الضباط همينة، وخلوا وبعد أسبوعين سووا هاي التمثيلية وشهودهم جاهزين، وأكيد العوائل القدرة ما يهمهم إذا لقنوا أطفالهم كم كلمة وذاع الفحص الطبي، ترى ما حد بقى إيشاته بعد خلاص يعني خلاص يعني يعني أنت لا معترف بفحص طبي لا بعائلة لا بشهود لا بكلام لا باعترافات أنت ما مقتنع بهن، ليش الصحة بيها نزاهة؟ حلو، هاي التهمة ثانية للصحة، مو سووا من العدل ميت ومن الصاحي مقطم حتى يستلمون تعويضات جرحى وشهداء، غريب عليهم اتق الله بهذا الرجل وعائلته. وبالنسبة لاعترافه ما شاء الله عندنا ضباط تحقيق يساوموه بفعل الفاحشة ببنته وزوجته إذا ما اعترف وياه بالسجن على المظالم. سأنا قلت لكم حفظتوا لي ذاك القبلة، هسا ارجع من جديد. شنو قال هنا؟ بيت مال دعارة وقفوا لهم سكينة خاصرة فقرروا ان هم يذبون عليه تهمة. بيت مال دعارة، نرجع من جديد الى الكلام والبيان الاول اللي ما طلعته من جيبي، يعني ما طلعته من جيبي، شفته وقريته ومنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي. حاولوا التشهير بسمعتنا، ليش؟ لانه اني عضو في المجلس المحلي لمدينة الرمادي في محافظة الأنبار، وعند سماعهم بنيتي للترشيح مرة ثانية ولكفاءتي ولنزاهتي ولأنني سوف أفوز وسوف وسوف، قرروا أنه هيك يسوون. هسه ما افتهمنا، هم سووا هيك لفقوا لكم تهمة لأن أنت عضو بمجلس المحافظة مدري وين، لو لأنه زوجك وقف سكينة خاصرة البيت. طبعا بالمناسبة لحد الآن ما شفنا بصوت وصورة توضيح من عائلة الشيخ لحد الآن، وهذا الكلام كله احنا نتناقله من مواقع التواصل الاجتماعي. أتمنى يطلع عنا أحد مو يقولون مظلوم، ولو هي القصص واحدة ما تشبه الثانية، يعني أقلها كان اتفقتوا على قصة ونشرتوها على العموم. نتمنى يطلع واحد من عائلة الشيخ المحكوم بالمؤبدين ويوضح، تعالوا عمي وضحوا، قولوا احكوا شنو اللي صار، ليش انتو هيك مستهدفين، منو انتو؟ شو واحد يقول لي انا جيرانهم وبيت مال دعاره اجلكم الله ووقفوا لهم سكينه خاصره، سكينه يعني شلون سكينه خاصره؟ بس انا دفتهم هذا سكينه خاصره يعني شلون هنا سكينه شلون زين. وحسب البيان الاول تقول والله انا لانه عضو بالهذا وارد ارشح من جديد فهيك يصير. اكو كذب مصفط واكو صدق مخربط. هذا الحديث لا هو بيم الكذب المصفط ولا يم الصدق المخربط من الاخير. فلذلك نتمنى يطلع واحد من العائله يوضح ما جرى في هذه القضية، ونرجع ونقول
طبعا هذا البيان كان اخر شيء بهذا الموضوع. نرجع ونقول احنا دائما ونشدد على انه اللي يستغل هذه المناصب واللي يكون في هذه الاماكن اللي هي اماكن دينيه يجب يعني والله هي ما يعني انا ما شايف هيك بحياتي يمكن اول مره، لذلك حتى ما يحتاج الناشد وما يحتاج نقول وما يحتاج لانه ما شايف بس عند هذا الانسان اللي باكر عقبه راح يتحاسب حساب عسير. انت مؤتمن على نشأه واطفال صغار يبعثوهم اهلهم لتعلم وحفظ القرآن الكريم، يجون يمك تمارس وياهم وتعتدي عليهم جنسيا، الله اكبر، شنو من حساب يعني راح تتحاسب. زين، وبنفس الوقت ايضا يعني مو شرط حتى بالجوامع او حتى اي اماكن، يعني ايضا هذه مناشدة للعوائل انه اطفالكم يعني دائما راقبوهم، حتى لو تودوهم دورات مو شرط قرآن كريم، دورات للعب للرياضة للسباحة لكرة قدم للدراسة، هم راقبوهم لا تعوفوهم تايهين، لانه بهذا الوقت سيجوز يطلع عنا هالمرة ما ادري شنو امام جامعة سيطلع عنهم غيره، وهي كلها نفوس ضعيفة وكثير طلعت لنا من الحالات. يعني يوم امس ايضا سمعنا خبر، وايضا طفلة بعمر 9 سنوات او 8 سنوات في مدينة الحلة جيرانهم ما ادري شو مسوين بيها وحارقيها، يعني ما اعرف يعني، وماكو سبب معين، يعني اريد سبب معين، ماكو سبب معين لهذه الحادثة، ماكو. زين، يا قلة الإيمان والنفوس الضعيفة والحسد. فلذلك يا دعوة للعوائل يا أخوان، اليوم يجب أنه تراقبون أطفالكم، تهتمون بيهم وين راحوا وين جوي، حتى ما يبقون هيك حائرين. هذا كان موضوعنا الأول في فقرة فيس تو فيس. موضوعنا الثاني في هذه الفقرة مثل ما تحدثنا في بداية الحلقة في ذكرى استشهاد الرسول الأعظم النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. تعرفون إحنا من تصير مناسبة ذكرى استشهاد ذكرى ولادة، تشوف الجموع اللي تجي من كل مكان، تروح للنجف الأشرف حيث الإمام علي عليه السلام، حيث قسيم الجنة والنار إمام العدل أبو الحسن والحسين إمامنا، تشوف الناس من كل المحافظات، من كل البيوت، من كل المناطق. لذلك خلي نشوف احنا وياكم الحشود اللي ذهبت لتعزي بهذا المصاب، ذهبت نحو مرقد الإمام علي عليه السلام. حشود يثقلها الحزن تعانق ضريح أمير المؤمنين عليه السلام ليلة رحيل نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. طبعا صور معبرة جدا من المرقد الشريف، مرقد الإمام علي عليه السلام. مثل ما تشوفون هذه الجموع والحشود ذهبت حيث مدينة علي عليه السلام، مثل ما تشوفون بذكرى هذه المناسبة، ذكرى استشهاد الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، اللي والد مولاتنا فاطمة. ما أعرف والله الكلام، يعني النبي محمد اللي نبي المسلمين اللي خاتم الأنبياء، اللي هواي ناس أساءت ولا زالت مثل فرنسا ماكرون وغيره ورئيسهم، انه لو هاي الرسوم الكاريكاتيريه ودائما ما يجيهم الرد بإلهي بمعجزات إلهية يجيهم الرد. نبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، والله لو كان مرقده في العراق لوجدتم الملايين الآن، الملايين
كما هو الحال. طبعا هذه صور، هذه صور يوم أمس في الليل، هذه صور من اليوم، هذه صور اليوم نهارا أيضا. هذه الجموع والحشود اللي متواجدة في النجف الأشرف مثل ما تشوفون. تعليقات، يقول ستار: السلام عليك يا رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. خالد يقول: لك العزاء يا أبا الحسن بهذا المصاب الجلل، ذكرى وفاة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حيدر يقول: السلام عليك يا سيد المرسلين وشفيع المذنبين وإمام النبيين وخير الخلائق أجمعين من الأولين والآخرين، حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد، صلوات ربي عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين. رسل تقول: عظم الله أجوركم وأجورنا بذكرى استشهاد مولانا رسولنا أبا القاسم محمد المصطفى خاتم الأنبياء والمرسلين، الصادق الأمين، حبيب الله وحبيب أمير المؤمنين وأبا البتول وجد السبطين، شفيع الأمة، صلوات ربي وسلامه عليه. جعلنا الله وإياكم من المعزين بهذا المصاب الجلل بحق محمد وآل محمد. هذا كان آخر تعليق في موضوعنا الثاني والأخير في فقرة فيس تو فيس. مشاهدين الكرام، فاصل قصير وفقرة الترند تيوب، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في فقرة ترند تيوب، حيث الفيديوهات اللي تنتشر بصورة كبيرة جدا في وسائل التواصل الاجتماعي. الفيديو الأول اللي عدنا بهذه الحلقة انتشر أيضا بصورة كبيرة جدا. رجل مرور وجد مبلغا من المال وقدره 134 ورقة في مكان ما، وبعدها سلمهن لصاحبهن اللي بعدين لقاهن. خلينا نشوف الفيديو بعدها سولف. أهم شيء العلاقة السوداء، عود ليش نضم فلوسنا بعلاقة سوداء؟ بس أردفتين يعني، هي شاشة العلاقة السوداء، يعني ليش نضم فلوسنا بعلاقة سوداء؟ شو خطأ شلون يحسب هنيك يفركها وفرك للورقة يعني يمسحها هيك، ما خاف بعدك وحده مكلبه بيها. بس ليش علاقه سوداء يعني؟ يا يعني اكو جنطه، اكو جيب، اكو محفظه، هنا الفلوس تصير صغار 134 ورقه، اخليهن بمحفظه، خليهن بجنطه، الا علاقه سوداء. يا اخي علاقه سوداء هاي كارثه، هاي العلاقه السوداء. طبعا مثل ما تشوفون رجعوا له المبلغ، مشكورين طبعا، جزاهم الله خير الجزاء. طبعا ما عرفوا هذا يا قاطع او يا مركز للمرور، بس هو يعني مثل ما تشوفون ضيعهن لقوهن. طبعا احنا نوجه الشكر لكل شخص امين وحريص على 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 المواطنين وعلى عمله، قبل لا يكون على المواطنين على عمله وعلى الناس. هذه المهنة بها تعامل مباشر دايركت مع المواطنين، فلذلك دائما ما نشكر احنا هذه الحالات اللي تصير. مثل ما تصير اكو هواي شغلات سلبية، يطلع مواطن يشتكي، يطلع مواطن يناشد، احنا نشوف فيديوهات او شغلات سلبية نطلع ننتقد، بنفس الوقت ما عدنا شيء، احنا نطلع نشكر ونمدح ونثني هذه الجهود وهذا الصدق اللي يحمله هذا رجل المرور. خلينا نشوف التعليقات حول هذا الفيديو. يقول او تقول من صاحب المقولة الاولى: موفقين لكل خير جميعا. اما التعليق الثاني يقول: الله يبارك بهيك ناس. التعليق الثالث يقول: في ميزان حسناتكم ايش قد كبيرة عند رب العالمين. تعليق من الموسى ويقول: بارك الله، بارك بهذا المنتسب وكثر الله من امثاله ويستاهل رتبه اعلى للامانه. اخر تعليق يقول: الله يبارك برزق المنتسب، ما طول ما يوكل جهاله حرام. اكيد هذا كان الفيديو الاول في فقره
ترند تيوب. الفيديو الثاني عظيم والعظمة لله، معبر. الترند في مواقع التواصل الاجتماعي من أيام الزيارة الأربعينية ولغاية الآن، وراح يبقى ترند ما أعرف إلى أي وقت. خلينا نشوف الفيديو بالبداية وراح نسولف هواي. طبعاً الله يتقبل زيارته. بالمناسبة يعني هذا الفيديو ومجموعة كبيرة من الفيديوهات اللي صارت الترند في مواقع التواصل الاجتماعي من تصوير وإنتاج كادر قناة الأيام الفضائية، وهذه فرصة أنه ما كأحد يمكن قبل طلع شكر قناته أعتقد، بس يمكن أنا إذا تسمحوا لي أشكر الناس اللي عملت لأيام وليالي في هذه الزيارة كخلية نحل. لا طلعوا واشتغلوا من أجل راتب أو مال، ولا طلعوا واشتغلوا من أجل الشغل، لا طلعوا للإمام الحسين. حالهم حال الخدام اللي موجودين على طريق أبا عبد الله الحسين، حالهم حال الزائرين، طلعوا يخدمون بعملهم الإعلامي. يعني كل الشكر للأخوة المقدمين، الأخ عباس، الأخ ظفر، الأخ علي، الأخت نور، الأخوة في السوشيال ميديا، الأخ علي جاسم، الأخوة في الكونترول في الاستوديو، الأخوة في إدارة البرامج، المصورين، كل كادر القناة. بصراحة يعني أنا من أحكي إنه هذه المؤسسة في هذا العام جدا كنت فخور باللي شفته وشاهدته بهذه المؤسسة. كل الفيديوهات، كل العمل اللي كان ينتج أشاهده ترند في مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه بنية صادقة مع الله سبحانه وتعالى، بنية صادقة مع الإمام الحسين عليه السلام. كانوا يعملون الليل في النهار بتواصل، فقدم لهم الشكر لدرجة أنه أكو أشخاص كانت تبات بالقناة، يعني تبات بالقناة على متعمل زين. وأذكر بالأخ علي جاسم في قسم السوشيال ميديا كان ينام يعني بالقناة على مود يبقى يشتغل هذه الشغل، على مود تشوف الناس. وكل الأخوة اللي كانوا في الميدان، وأيضا الأخوة في القناة، شكرا جزيلا لهذا العمل اللي بقدر ما هو عمل لحالة أو لزيارة أو لفاجعة وحدث كبير، بقدر ما هو كان ممتع أنه إحنا نشوف العالم هذه الصورة. بنفس الوقت أنا أطالب الجهات المعنية بهذا الموضوع. هنا الزائر من ساحل العاج. ساحل العاج إحنا ما نعرف عن ساحل العاج غير درقبة، غير منتخبهم، غير مدري منه هاي اللاعبين. ما نعرف عن ساحل العاج، كوتيفوار ما أعرف شو اسمه، ما نعرف عنها غير هاي. أنا أعرف ساحل العاج درقبة كان يلعب تشيلسي زين، ما نعرف عنهم شيء. جاي من ساحل العاج على مود يجي يزور بالأربعينية، ويقول أكو أكثر من 100 شخص رادوا يجون، بس التكلفة عالية مال التذكرة الطيران وأيضا الفيزا. بنفس الوقت يقول إحنا هناك بالعاشر نقيم المجالس، وطالب الجهات المعنية والحكومة العراقية والوزارة الخارجية، أي مؤسسة معنية بهذا الموضوع، إنه تسهل مجيء هؤلاء الزوار. هذولا يجون من بلدان، من أفريقيا، من كل العالم، حتى يزورون الإمام الحسين عليه السلام وأخي أبو الفضل العباس في الزيارة الأربعينية. لذلك أطالب من الجهات المعنية، من أعلى الهرم السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الخارجية ووزير الداخلية، أن تسهلون دخول هؤلاء الناس. الفيزا ما تكون صعبة، ما تكون غالية، حتى تذاكر الطيران ما أعرف يعني الخطوط الجوية العراقية ما أعرف منه بعد مسؤولة أنه أكو خط ما بين ساحل العاج ما بين أفريقيا وبغداد أو النجف الأشرف. أتمنى أنه هلا بهذه الأيام الزوار شوية قللوا سعر التذكرة، خليهم يجون، خليهم يزورون، محرومين هم ببلدانهم. إحنا عندنا نعمة وفضل كبير من الله أنعم علينا بأرضنا في بلدنا، أنه عندنا
هذا الكم الهائل من الأئمة والصحابة والأنبياء. احنا محظوظين ونفتخر انه في بلدنا الإمام الحسين، في بلدنا الإمام العباس، في بلدنا الإمام علي، في بلدنا الكاظمية سامراء، في بلدنا كثير من الأنبياء والأوصياء. فإحنا يعني مثل ما يقول مدللين، إحنا في بلدنا، هم في بلدان بعيدة جدا ويردون يجون، بس التكلفة والتذاكر والفيزا شوية صعبة. فهذه مناشدة أتمنى من الجهات المعنية أنه تسهل أمرهم. أما عن هذا الفيديو والفيديوهات اللي راحت، مثل ما قلت أشياء عظيمة قدمت في هذه الزيارة، ترند مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو، وغيره من الفيديوهات الكثير، وغيره من التغطيات المباشرة والليالي والنهار والمساء. في كل ساعة تلفزيونية تلقي تغطية من كل المحافظات، من زرباطية، من النجف، من كربلاء، من رأس البيشة، من كل المحافظات تلقي اكو تغطيات. فشكرا لكل الكوادر اللي عملت مثل ما قلت، وهذا شكر مني، وحتى هم ما يعرفون انه انا راح اشكرهم ولا راح احكي، بس هذه امانه لازم واحد يعني يوصلها. ومثل ما قلت في البدايه، لا من اجل راتب ولا من اجل عمل وامضاء يوم في العمل، هو لخدمه حالهم حال الخدام في طريق الحسين عليه السلام، وحالهم حال الزائرين. وهذا الفيديو خير دليل. خليني نشوف التعليقات حول هذا الفيديو. عمار يقول أجارك الله وبارك بك وتقبل الله الزيارة، وأهلا وسهلا بك في عراق الحسين وأخيه أبو فضل العباس عليه السلام. أما أبو صادق يقول اللهم صلي على محمد وآل محمد وتقبل الله زيارتكم وأعمالكم، ترجعون إلى أهاليكم ومحبيكم سالمين غانمين إن شاء الله. أما أياد تميمي يقول الله يتقبل زيارتكم أخي العزيز، ويتقبل لكل الزوار زيارتهم إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. جوادين يقول أهلا وسهلا بكل زائري الإمام الحسين. حيدر يقول الله يتقبل أعمالكم وزيارتكم محبين وموالين لأهل البيت. هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الفيديو اللي انتشر مثل ما قلت لكم بصورة كبيرة جدا. الفيديو اللي بعده فيديو ما أعرف مضحك يعني بصدفة، ما أعرف يعني شنو اللي صار، شنو اللي جرى أيضا، ما أعرف يعني نوب هو بالراهي فوقها هو بالراهي. خلينا نشوف الفيديو وراها نسولف. حجي والله ما أدري شو أقول لك يعني. زين هاي المرايه اللي عندك يعني شو مخليها؟ شنو تباوع عليها وجهك يعني؟ تمشط زين؟ سؤال يعني ثاني، انت شنو نازل تتعارك حجي؟ انت ابو السايبه حجي، انت الغلطان. ابو الكيه جاي يمشي بسايده الايسر في امان الله، انت شنو انت تجي تكسر عليه وفوقها تنزل انت معصب عليه؟ ما راضي الحجي، ما راضي فوقها حجي رحمه لوالديك، انت ترى انت بالصوج يعني. هذا ابو الكيه لو حاط رجل على رجل ومدخل له جقاره وجايب المخطط مال المرور، انت تاكلها حجي، انت تاخذ المخطط 100% عليك يعني. هو جاي يمشي بامان الله، انت جيت كسرت عليه. لا ادري انزل اعتذر منه، اشرد وعفى وروح، تنزل تتعارك وياه وباوي طالب ويطالب. يلا بالله حاج يكون كن هذا الفيديو شوفه عميد عمار، ما اعرف صار لوال ولا خليه شوي يسولف بالله وياك. شو تقول لنا يعني؟ انت الغلطان. هو جاي يمشي وانت جاي تمشي، انت قررت تكسر عليه، انت قررت شكو تنزل تتعارك وياه؟ شوفوا، ما اعرف والله الحجي ابو السايب الحجي، ما اعرف يعني، ما اعرف. يلا نزل، ما راضي النوب. الله يحفظكم ان شاء الله. همزين يعني لا صارت بوكسات ولا صارت خطيه، عاتبه وصعده وهمزين يعني. الحمد لله على سلامتهم اثنينهم، والله يعوضهم. بس هو الفيديو مضحك بصراحه يعني. المفروض من ابو السايب ابو التاكسي غلس ينزل يعتذر منه، انا اعتذر خويا. بس هو قال له خله اتغدى بيه، خله جربوشه،
قبل لا يتغدى بيه وتعال صلح لي وسوي لي الدعامية وما أدري شنو. هو الظاهر هيك صارت. خلينا نشوف التعليقات. أبو السايبة هم العين ويحكي لو من أبو الكي إلا غرمة تقول. هاي أول تعليق من تولاي. أما دعاء تقول هم العين وينزل يحكي ويتعارك. والله يا الله صدق والله يا الله. تعليق آخر يقول الصوت من أبو الدراجة الواقف على الرصيف. يمكن الصوت من أبو الدراجة والله كل شيء يصير. علياء تقول أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم أي أتاك يسوى عليه أتاك كونتر أتاك. فرح تقول أبو السايبة عود شنو معناها صاير جاكي. الحجي دا تشوفك مجال شنو رايح ضاربه ونازل تتعارك. والله ما أدري أبو السايبة هو بعد بكيفه همزين يعني ما صارت طب طب دي همزين يعني. هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الفيديو. الفيديو اللي بعده يعني قاع الله كبيرة والمطار كبير كلش كبير. بس شوفوا شنو اللي صار. جاي يفول الطيارة هو أبو غاز ما أدري أبو وقود. جاي يفول الطيارة دعمها اجي يسويها دعمها يعني اجي يسوي زين اندعمت هاي زين. ادري انت ترجع بق يا اخوي يا حبيبي غيرك وجنح مال طيارة غيرك وتدريب اكو شغل اكو يوميا تلا شنو يعني زين زين هم زين ما قاعد لك جيجارة ومخلي لك جيجارة بحلقك هم زين وما ذبيتها بهالوقود هذا انه بهالوقود ما الطيارات ما شاء الله اذا احترق يا ابوي اذا احترق زين هسه والله ما ادري هسه انت ما 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 يعني ترجع بق الا على الجنح. والله مطار بغداد عجيب غريب طيارات مطار بغداد عجيبة غريبة الشغلات تصير بمطار بغداد عجيبة غريبة ما أدري شنو ما شنو. لو طيارة تنقفل على المسافرين ويموتون من الحار وماكو أحد يفتح لهم الباب زين. لو يحترق المطار جت فترة يومية محترق ويومية قابة بين نار. لو يجيك هذا بالوقود يدعم الجناح مال طيارة وش اسمه والله إلى متى يعني خطوط الجوية العراقية سلطة الطيران المدني يا أخوان يا أخي تطوروا. مو طلعنا وشفنا مطارات العالم وشفنا طيارات الدنيا وشفنا شفنا العجب والله العظيم بعد 1000 سنة ما نوصل. يعني واجهة البلد هو مطار بغداد واجهة البلد هو مطار بغداد هو المطار واجهة الـ البلد كلها المطار الطيارات التفاصيل يعني اهتم بيهن شوي يعني ايش عجب ما كنتوا بهالموضوع. يعني صار لنا قرون نحكي ونيابة معودين المطار. على العموم مشاهدينا الكرام وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم. حتى التقيكم في الحلقة القادمة نقلكم في مال الله.